السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض، لو أنت عندك مثلا ملف إكسل فيه بيانات العملاء وعندك شيتات كتيرة أكتر من 100 شيت بأسماء العملاء، إزاي نقدر نبحث عن عميل معين بضغطة زر واحدة بدل ما نقعد ندور على كل الشيتات دوت عشان نطلع الشيت الخاص بالعميل دوت. زي ما انتوا شايفين كده انا واخد مثال صغير لموضوع حلقة النهاردة. ادي ملف اكسل وفيه شيتات كتيرة باسماء العملاء. طبعا عشان اقعد ادور على اسم عميل من العملاء بقعد ادور كده، ولو عندي شيتات كتيرة طبعا الموضوع هيبقى مرهق وهياخد وقت كبير على ما ادور على الشيت اللي انا عايزه. ازاي بقى بضغطة زر واحدة اخش على الشيت اللي انا عايزه؟ لو انا مثلا بدور على الشيت الخاص بالعميل طارق، باجي مجرد ان انا بس اكتب اسمه هنا كلمة طارق وادوس هنا بحث، فهيدخلني على طول على الشيت الخاص بالعميل طارق. لو جيت مثلا هنا مسحت طارق ده وكتبت هنا خالد وعملت بحث، هيدخلني على الشيت الخاص بالعميل خالد، وهكذا في الشيتات كلها. مش بس كده، لا ده انا ممكن انا بدل ما اكتب الاسم بالكامل ممكن اكتب جزء من الاسم، اول حرف او اول حرفين هيخش لي برضو على الشيت اللي انا عايزه. يعني لو خدنا مثال مثلا، لو شفنا هنا حنان، لو كتبنا بس اول حرفين بس كتبنا الحرف والنون وجينا دوسنا بحث كده، هيدخلني على الشيت الخاص بالعميل دوت. طيب عملنا الكلام ده ازاي؟ هو ده هيبقى موضوع حلقتنا النهارده. بس قبل ما نبتدي الشرح يا ريت ما تبخلش علينا بلايك للفيديو، واللي بيشوفنا لاول مره يعمل اشتراك في القناه، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. أهلا بكم مرة تانية. هنتعلم مع بعض دلوقتي إزاي نبحث عن أي شيت مهما كان عدد الشيتات اللي موجودة عندنا، مجرد أن أنا أكتب اسم الشيت أو أول حرف من اسم الشيت وبضغطة زر واحدة هيدخلني على الشيت اللي أنا عايزه. طيب هنعمل الكلام ده إزاي؟ أول حاجة هنعملها لازم طبعا نبقى متأكدين أن احنا حافظين الملف ده بصيغة الماكرو. تاني حاجة هنخش هنا على قائمة ديفلوبر، وهنخش هنا على مجموعة الكنترولز. طيب مجموعة قائمة ديفلوبر دي لو مش ظاهرة عندك بنظهرها ازاي؟ بتدوس كده كليك يمين على اي مكان فاضي فوق كده، وبعد كده بتدوس كاستومايز زريبون، هتظهر معاك الشاشة ديت. من خلال الشاشة دي هتلاقي كلمة ديفلوبر هنا موجودة مش متعلم عليها صح. كل اللي هتعمله هتعلم عليها صح وهتدوس اوكي هتلاقيها ظهرت معاك. طيب احنا هنخش على قائمة ديفلوبر وهنيجي هنا على مجموعة الكنترولز، هنلاقي في حاجة اسمها هنا insert، هنفتح السهم دوت هتظهر معانا مجموعتين، أول مجموعة الفروم كنترولز، تاني مجموعة الأكتف إكس كنترولز. احنا هنخلينا في المجموعة التانية ديت. هنيجي على أول حاجة الزرار، عايزين نعمل زرار، هنختار هنا الكوماند بوتون هنعلم عليها، ونيجي نرسم الزرار هنا بالشكل دوت. طيب أنا دلوقتي عايز أسمي الزرار دوت، بندوس عليه كليك يمين وندوس هنا بروبرتيز، هتظهر معانا الشاشة ديت. من الشاشة ديت نقدر نغير اسم الزرار دوت. هنيجي هنا من عندي كابشن، هنلاقي اسم الزرار موجود هنا اهوت، هنكتب هنا كلمة بحث عن الشيت بالشكل دوت. طيب عايزين نكبر الفونت شوية، بنيجي هنا من فونت وندوس هنا على الزرار اللي جنبها دوت، هتظهر معانا الشاشة ديت. طبعا هنا انت بتقدر تحكم في نوع الخط وحجم الخط، احنا هنا مختارين اريال وهنا حجم الخط بنخليه بولد، وهنا السايز بتاعه 14 ممكن نخليه بقى 18 مثلا وندوس اوكي، فهتظهر معانا بالشكل ده. ممكن الزرار دوت نديله لون، فبنيجي هنا على الباك كولر، نفتح السهم دوت وبنبتدي نختار اللون اللي احنا عايزينه. اخترت مثلا اللون ده كده فهتظهر معانا بالشكل ده. بس كده الكتابة ما بقتش ظاهرة، ممكن نغير لون الكتابة نفسها، بنغيرها من فور كولر. بنيجي نفتح السهم دوت ونختار لون كده ابيض عشان تبقى ظاهرة معانا بالشكل دوت. طيب يبقى احنا كده خلصنا اول حاجة الزرار بتاعنا. طيب عايزين بقى نعمل نحط التكست بوكس بتاعنا او المكان اللي هنكتب فيه اسم الشيت. يبقى هنيجي هنا من انسيرت وهنيجي على المجموعه الثانيه برضو، هنختار هنا تكست بوكس، هنضغط عليها ضغطه كده ونبتدي نحددها او نرسمها
هنا بالشكل دوت كده، فهتظهر معانا زي ما انتوا شايفين كده. برضو ممكن نعمل فيها بعض الخصائص عشان تبقى شكلها كويس عندنا. برضو هندوس على كليك اليمين وهندوس هنا بروبرتيز، او ممكن اختار ادوس هنا على بروبرتيز على طول هتظهر نفس الشاشة. طيب هنيجي برضو هنا عند الفونت، هنخلي مثلا حجم الكتابة بتاعها هنخليها 18 وهندوس اوكي. وانا عايز اتجاه الكتابة تبقى في النص، ما تبقاش على اليمين ولا على الشمال، يبقى هننزل تحت خالص كده عند التكست الاين. هنا الديفولت بتاعها بتبقى ليفت، اتجاه الكتابة بتبقى على الشمال، لا احنا عايزين اتجاه الكتابة تبقى في النص، يبقى هنختار سنتر. طيب برضو هنا انا ممكن اديها لون، فبنيجي هنا على الباك كولر، بدل ما هي باللون الابيض ممكن نديها لون، اختار مثلا اللون دوت، فهتظهر معانا بالشكل ده. ممكن الحدود بتاعة التكست بوكس دوت برضو ايه نخليها واضحة، يبقى نيجي هنا على البوردر كولر، ممكن نديها اي لون تاني بدل اللون الاسود، ممكن نديها لون احمر او اي لون، فاحنا هنخليها اللون الاسود زي ما هي. بس هنيجي هنا على البوردر ستايل، بدل ما هي زيرو كده هنخليها واحد، نختار الاختيار دوت عشان تظهر معانا بالشكل دوت. طب يبقى احنا كده عملنا الحاجات اللي هنشتغل عليها، ادي التكست بوكس اللي هنكتب فيه الاسم، وادي الزرار اللي هنبحث من خلاله. طيب ازاي افعل الازرار ديت؟ لو لاحظتوا كده لما باجي اقف عليها بالماوس عايز اكتب جواها ما بتخشش جواها، والزرار هنا اهو مش متفعل. ازاي افعلهم؟ بنيجي هنا على الديزاين مود، هي هنا متفعله، بنشيل كده التفعيل منها، يبقى احنا كده لو جيت وقفت خلاص هقدر اكتب جوه الزرار زي ما انا عايز، وهنا نقدر ندوس على الزرار. طيب عايز الغي التفعيل بتاعهم، يبقى ندوس هنا على الديزاين مود بحيث ان انا اقدر اتحكم في الادوات بتاعتي زي ما انا عايز. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا اول خطوه هنبتدي بقى نخش على الاكواد البرمجيه، هنتعلم ازاي نعمل الكلام دوت، نبحث عن اي شيت بضغطة زر واحدة بكود سهل جدا وبسيط. طيب هنعملها ازاي؟ الاول لازم نبقى عارفين التكست بوكس دوت اسمه ايه. لو بصينا هنا هنلاقي اسمه تكست بوكس 1، ماشي احنا كده خلاص عرفنا اسمه ايه. طب يبقى هنيجي نخش كده على الزرار، هندوس عليه دبل كليك، هيدخلني على شاشة محرر الاكواد زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. هنبتدي بقى نكتب الاكواد بتاعتنا. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها هنعمل متغيرين، وزي ما اتعلمنا قبل كده عشان اعمل متغير هنكتب كلمة dim، وابتدي اسمي المتغير دوت اي اسم، انا اسميه مثلا ss as work sheet، وادوس انتر. يبقى انا كده عملت اول متغير ونوع خاص بالشيتات اللي موجودة عندنا. طيب المتغير التاني هنقول هنا dim، هسميه مثلا xx is string، وادوس انتر. يبقى احنا كده عملنا متغير تاني وخليناه نوع string، نوع نصي عشان هنكتب فيه النص. طيب هنيجي نبتدي نعرف المتغيرات اللي عندنا ديت. اول حاجه هنعرفها xx، هنقول هنا xx بيساوي، هنقول هنا lcase، هنفتح س، هنفتح قوس، بعد كده نقول هنا تايم، بعد كده هفتح القوس مره تاني، وبعد كده اقول له مي دوت تكست بوكس 1 دوت فاليو، نقفل القوس ونقفل القوس مره تانيه وندوس انتر. طيب الكود ده معناه ايه؟ يعني ايه ال كيس ويعني ايه تايم والتكست بوكس ديت؟ معناه الكلام ده كله. طيب اول حاجه احنا عملناها عرفنا المتغير، بنقول له ال case، ال case دي داله بتحول كل الحروف اللي موجوده في النص اللي احنا هنكتبه لحروف صغيره. يعني مثلا لو احنا بنكتب الحروف كبيره في الانجليزي ده بيبقى باين قوي في اللغه الانجليزيه، لما بنيجي نكتب حروف كابيتال في الانجليزي هو بيحول لي الحروف الكابيتال دي كلها لحروف سمول، حروف صغيره، بحيث ان احنا لما نيجي نكتب اي حاجه سواء كتبناها بحروف كبيره او حروف صغيره هو اوتوماتيك هيروح يبحث عنها بالحروف او بيحولها لحروف صغيره
عشان يقدر يبحث عنها. طيب الترايم دي معناها ايه؟ الترايم ديت دي داله بتشيل اي مسافات فاضيه زايده في اول السطر او في اخر السطر او في النص، عشان لو انت مثلا بتكتب اسم وخدت مسافه زياده في الاول او في الاخر او في النص، هو بيشيل المسافات دي كلها. طب وبعد كده المي دوت تكست بوكس 1 دوت فاليو، دي القيمه اللي هنحطها او النص اللي هنحطه جوه التكست بوكس بتاعنا اللي هو دوت. طب احنا كده عرفنا معنى الكود ده ايه. طيب بعد كده عايز بقى اديله شرط. ايه هو الشرط؟ هنقول هنا اف لو الاكس اكس ديت بتساوي فراغ، وهنعمل علامتين تنصيص، علامتين تنصيص وفاضيه كده دي معناها فراغ، زين ادوس انتر، ايه اللي يحصل؟ هيطلع لي رساله، هنقول هنا مسج بوكس، نعمل علامتين تنصيص كوما ونوعها في بي كريتيكال وهدوس انتر، ونحط محتوى الرساله هنا. محتوى الرساله هنقول ايه؟ هنقول مثلا من فضلك ادخل من فضلك، هنقول هنا ادخل اسم الشيت الذي تريد البحث عنه بالشكل ده. يبقى لو التكست بوكس ده فاضي بالشكل ده، تعالى كده نجربها، ادي التكست بوكس فاضي، لو انا جيت دوست هنا عشان انا ما قفلتش الشرط، هنقول هنا تعالى الاول هنقول هنا ايه، هنقول هنا اكزيت، صب، بعد كده نقفل الشرط اند اف بالشكل ده. تعالى كده نجرب، لو انا جيت سبت دي فاضيه زي ما هي كده وجيت دوست هنا على الزرار، هنلاقي في رساله طلعت لنا اهو، من فضلك ادخل اسم الشيت الذي تريد البحث عنه. طيب هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ عايزين نعرف المتغير التاني. طب المتغير التاني بقى اللي هو الاس اس دوت، احنا هنعملها حلقه تكراريه. طيب هنعملها ازاي؟ هنقول هنا فور اتش اس اس in this workbook dot worksheets ودوس انتر. يعني انا بقول له انا هعمل حلقه تكراريه في الشيتات الملف الاكسل اللي موجود عندنا، والحلقه التكراريه هتبقى خاصه بالشيتات دي كلها، يبقى يلف لي على الشيتات دي كلها ويدور لي على الحاجه اللي انا هبحث عنها. طيب هنبحث ازاي؟ هنبتدي نديله شرط، هنقول له هنا اف انستار، اف انستار نفتح القوس وهنقول له هنا واحد كوما، بعد كده هنقول له ال كيس، بعد كده هنفتح القوس وهنحط المتغير بتاعنا اللي هو الاس اس دوت نيم اسم الشيت بتاعنا، بعد كده هنقفل القوس، بعد كده هعمل كوما وهنحط المتغير بتاعنا اللي هو الاكس اكس، بعد كده هنقفل القوس، بعد كده هنقول له اكبر من زيرو زين وادوس انتر. طيب الكود ده معناه ايه؟ هنا انا بقول له اف انستر، انستر دي يعني ايه؟ دي داله مهمه جدا بتدور على النصوص اللي انا بكتبها في التكست بوكس، يعني اي اسم انا بكتبه في التكست بوكس هنا دي مهمتها ان هي يبتدي يدور عليها من اول حرف. هنا واحد دي من اول حرف يبتدي يدور لي عليها. يعني معنى الكود كله ايه؟ هنا انا بقول له لو اسم الشيت بعد ما حولناه لحروف صغيره هيحتوي على الاسم اللي انا كاتبه في التكست بوكس بتاعي، هيعمل ايه بقى؟ تعال نروح نشوف هيعمل ايه. هنبتدي بقى نقول له هنا لو لقيت الاسم دوت هنقول هنا application dot go to، هيروح لي للشيت دوت
وبعد ما يروح عنده هيقف لي في الخلية. هنقول الأول هنا ss.range، نفتح القوس، هيقف لي في أي خلية احنا حددها له. هنقول له مثلا هنا الخلية A1، هنحطها بين علامتين تنصيص ونقفل القوس. بعد كده هنقول هنا true بالشكل دوت، يعني لو لقى الاسم اللي انا كتبته في التكست بوكس بتاعي هيروح يخش على الشيت دوت ويقف ويعمل سيلكت على الخليه A1. طيب بعد كده هنقول له هنا exit sub، بعد كده هنقفل الشرط end if، وبعد كده هنقفل الحاله التكراريه. هنقول هنا next SS. طيب دوت في حاله انه لو لقى الاسم اللي انا كتبته. طب لو ما لقاهوش يبقى هنطلق، هنعمل هنا رساله، هنقول مثلا هنا مسج بوكس ونعمل علامتين تنصيص، هنحط محتوى الرساله ونوع الرساله في بي، هنقول مثلا انفورميشن وندوس انتر. طيب ونيجي نحط محتوى الرساله هنا بين علامتين التنصيص، هنقف هنا كده ونكتب مثلا ايه لم يتم العثور على اسم الشيت او ورقة العمل. طيب تعال نروح نجرب بقى، هو ده الكود، احنا كده خلصنا. تعال بقى نروح نجرب الكلام دوت. لو دخلنا على ملف الاكسل بتاعنا اهوت، انا مثلا عايز ابحث عن زياد، يبقى اكتب هنا، اقف هنا واكتب زياد وادوس هنا بحث، فهيدخلني على الشيت الخاص بالعميل زياد. طيب ممكن بعد كده لو انا مثلا ايه عايز ابحث الاسم كبير، مثلا عايز ابحث باول حرفين، يبقى نكتب مثلا هنا طه الف بس، ونيجي نعمل بحث، هيدخلني على الصفحه الخاصه بطارق. عايز مثلا ابحث عن خالد، هنكتب هنا حرف الخاء، هو بيبتدي يبحث باول حرف، يعني لو كتبت مثلا حرف الخاء بس يبقى هيدور لي على الشتات ديت اول حرف فيها خاء يروح جاي واقف فيها. لو دوست هنا بحث دخلني على خالد على طول اهو مره واحده. هو ده كان موضوع حلقتنا النهارده. لو انت عندك شتات كتيره وعايز تجيب اسم الشيت على طول بضغطة زر واحده زي ما احنا شفنا كده، مجرد ان احنا نكتب اول حرف او الاسم الشيت كله كامل فبيدخلني على الشيت اللي انا عايزه. اتمنى تكون حلقة النهاردة استفدتوا منها. ياريت بقى ما تبخلوش عليا اللايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة. وانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.